يوترن ودايما عبر الفجيرة أفقام 92.6 وعودة للمتابعة مع ضيفتي الصحفية الإماراتية ناهد النقبي وحديث يخص دعم أبحاث علاج السرطان وحملتها لدعم أبحاث علاج السرطان. كنت حكيت أنا وياك ناهد دائما عن التصنيف وأنه مرض السرطان أو مريض السرطان هو مريض مثله مثل أي مريض، ما بيسوى دايما نضل نقول هداك المرض أو نتعامل معه كأنه هو حدا منفصل عن المجتمع. صحيح، وهالشيء أنا وايد وصلتني اتصالات يعني طبعا أنا توصلني يوميا الرسائل يومية إذا حد الشخص عنا عن مرض السرطان أو حد من عائلته، فكانوا كله يذكروا لي ناهد إحنا ما نبغى نعترف إن نحن مرضى سرطان. فأنا كنت وايد أستغرب، يعني أنا ما تدب عليك، أنا من الناس اللي كان كنت من الناس اللي ما أبغى أتكلم عن هالمرض على أساس ما يتم تصنيف. إيه لأنه كانوا كل العالم بيقولوا هداك المرض، كأنه يعني دايما كلمة هداك المرض، لا هو مرض السرطان اللي ممكن يصيب أي إنسان وفي كتير عالم بتتعالج ودايما الفحص المبكر والكشف المبكر قديش مهم. نحن كتير بحاجة نحكي عن هيدا الموضوع الحقيقة إن شاء الله. صحيح. بحملات أخرى أكيد أنا بكون معاكم لدعم يعني صراحة مرض السرطان، وأي يعني أنا يعني أقول في أي حد يعني يعني حاب اني انا يعني مثلا ادعمه باي طريقه كانت، سواء من العلاج او التشخيص او دعم حمله او حتى يعني اتكلم معاهم كيف اني انا تعاملت مع مرض السرطان، انا ما عندي مشكله، بالعكس انا موجوده، وبالعكس هالمرض انا يعني عندي قناعه وعندي يعني صراحه تفاؤل كبير ان هالمرض بيكون حاله حال اي مرض مزمن ويتم التعايش معه إن شاء الله يا رب. ناهد لنفيد الناس اللي عم يسمعونا اليوم على الهواء، أنت بتعرفي على الأكيد أنه دائما العلاجات بتكون بشكل أو بآخر مكلفة. صحيح. وطبعا الإمارات سباقة وأهل الخير كتار بالإمارات ودائما في دعم للجميع، لكن اللي عم يسمعنا وما عنده تأمين أو ما عنده حدا يساعده أو ما عارف يوصل بطريقة أو بأخرى لحتى يتعالج، كيف ممكن نفيده اللي عم يسمع؟ طبعا في مؤسسات تعرفين المؤسسات الخيرية. صحيح. موجودة للدعم صراحة، يعني مجرد ما يقدمون أي شخص كان طبعا هو أكثر شيء بيكون حق المقيمين في الدولة. بالنسبة للجمعيات الخيرية، وإن كنت أنا أخص يعني في الذكر اللي هي جمعية الشرق الخيرية، لها مبادرات طيبة بالنسبة للناس اللي يعني مثلا شخصوا في مرض السرطان مؤخرا. وعندنا بعد مؤسسة الجليلة بإمكان التقديم عن طريق برنامج عاون، صراحة هم على طول يتواصلون مع أي شخص مريض مرض السرطان ويحتاج علاج، وبيقدروا يدخلوا عن طريق السوشيال ميديا بيسجلوا أسماء مثلا. نعم. او هيك شيء، وبيتم اتصال مباشر مع المرضى او مع ذويهم. صح، طبعا اكيد، وخاصه بالنسبه لصفحه الجليله، طبعا يقدرون يدخلون عن صفحه الجليله الالكترونيه ويضغطون على برنامج عاون ويحطون كل البيانات الخاصه او المطلوبه ويتواصلون معهم في اليوم الثاني بالضبط. يعني وصراحه يعني انا اللي كانوا طلبوني اني انا اتعاون وياهم الحمد لله تواصلوا معهم بشكل مباشر وسريع. في مؤسسات ثانيه بعد في الدوله اللي هي جمعيه الرحمه للسرطان، وفي جمعيات ثانيه مختصه. صح. بعد في دعم مرضى السرطان، وانا صراحه اتمنى ان يعني من الاشخاص انهم يلجؤون حتى حق مستشفى، في مستشفى توام بامكان يعني صراحه يدعم بعض الحالات اللي يعني يدعم بعض الحالات اللي مثلا محتاجة ويقدموا لها يد الدعم. وفي بعد جهات ثانية، يعني أنا أتمنى مثلا إذا حد يعني بشكل شخصي أقدر أوصله لأشخاص يعني يمكن يساعدونا بدعم شخصي. يعني الله يجزيك الخير وأهل الخير بالإمارات كتار على الأكيد، وبتمنى للجميع الشفاء يا ناهد. ما في حدا مننا أو ما في حدا بجوز من اللي عم يسمعونا إلا وعنده حدا بعيلته أو عنده حدا مقرب أو فقد شخص مقرب، أو في كتير اللي عم يكتشفوا المرض بفتراته المبكرة عم يتعالجوا 100%. ونحن اليوم بندعمك وبندعم هالحملة وبندعم
دعم أي حملة ممكن تساعد تحديدا بدعم أبحاث علاج السرطان وخصوصي بمراحله المتأخرة، وتبرع الناس اليوم بيترك بصمة أكيد بإنقاذ أرواح الآخرين، وهيدي مهمة سامية. يعطيك ألف عافية يا ناهي. الله يعطيك. أنا حبيت أضوي معاك على هالموضوع على الهوى بفقرة من الإمارات اليوم لكل مين عم يسمعنا، وإن شاء الله نعمة الشفاء بتكلل الجميع يا رب، وإن شاء الله ما حدا بيحتاج لكل هيدا الشيء، لكن إذا احتاج في طرق لحتى يتعالج. تسلمين أختي أنس. طبعا إن شاء الله نحن كنا بندعم، يعني أنا أقولها إحنا إذا دعمنا علاج مرض السرطان صدقيني بتكون عقبها فرصة إن التعايش مع المرض أفضل. صحيح. وطبعا دومي أنا أقول صح كون السرطان جزء من حياتي بس هو مو بحياتي. صحيح. إنه يكون عشان إني أنا أتكلم عنه إنه هو كمرض خطير. صحيح. وأنا أشكرك جزيل الشكر إنك أنتي تواصلتي وياي لدعم الحملة. تستاهلي. وهذا الشيء. تستاهلي ناهد، أو الله يديم الخير، الله يديم الخير بالإمارات ويديم نعمة الشفاء على الجميع ويديم الصحة عليك يا ناهد، وإن شاء الله أبدا ما بترجعي تتعرضي للي أنت تعرضتي له، وإن شاء الله كل حدا عم يسمعنا دعوة عن جد. أنا اليوم بضم صوتي لصوتك، الكشف المبكر مهم جدا جدا جدا، وأي عرض ممكن يصيبك للحظة ما تهمل هيدا العرض، روح اكشوف وواجه الموضوع وتعامل مثله مثل أي مرض السرطان بالأخير. صح. لما ما منتركه يتقدم، ولما ما منخاف منه منقدر نحاربه. ولا وبعد يعني بالإضافة إليه أختي أون، يعني يفضل إن اختيار المناسب لك، لا تسمع أي حد ثاني يقول لك هذا العلاج المناسب ولا لا، أنت اتبع حدسك واختار العلاج المناسب لك. صحيح. وما شاء الله الإمارات متقدمة جدا بمجال العلاج، وأكيد اليوم سمعتي أو قريتي هذا الخبر اللي بيخص سرطان الرئة، كمان في علاج جديد دخل الدولة بخصوص تحديدا كعلاج لسرطان الرئة. نتمنى يا رب يعني بس ها كله، يعني طبعا أختي أنس هذا كله لو مو بالأبحاث ما وصلوا لها العلاجات، فنحن إذا دعمناها صح. إن شاء الله بنحصل علاجات فعالة، وأنا على أمل يعني أن نحصل علاجات فعالة للتعايش مع مرض السرطان. آمين آمين يا رب. ناهد شكرا كتير لك، نورتيني على الهواء، يعطيك ألف عافية. ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. إذا نحن وياكم متابعين يوترن معي أنا أنس، وهيدي كانت فقرتنا من الإمارات. شكرا للجميع، ويا رب الصحة والعافية تضل مكللة حياتكم، ما في مثل نعمة الصحة، ديروا بالكم على صحتكم وانتبهوا منيح. تحياتي للكل، فاصل ومنرجع نكفي مشوارنا.